حلقة اليوم الرابع من أكتوبر 2016 نستقبل مجموعة أدرينالين، هما ثلاثة ولكن حاضرين معنا جوج اليوم. عثمان أهلا بك. ومعنا إسلام، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. ثالث فينا هو لامين. لامين عنده شي ظروف يعني عيان شوية، ما يكون باس عنده. إذا أنتم يا تريو دي بويز باند، نقولوا دي بويز باند، مجموعة مغربية اللي شحال هذه باش بديتو؟ ثلاث سنين دابا يا مني درت معكم لقاء. اربع سنين هادي درنا اللقاء، كان عامين دابا. عامين اول مره مني نزلت اول مره، ولكن حنا كنا اربع سنين. اربع سنين من هي هذيك 2012 وكانت اول اغنيه ديالكم هي لازم ننسى، كانت هي اول اغنيه. كل واحد عنده الشغل ديالو، انا كنت تشتغلوا انت تعيشوش بالموسيقى. كل واحد عنده انت عثمان انت فكتي كتيف للالكتريسيتي. ولكن بدلت دابا، ولي شاف دريان في كارفور. بلا ما تقول المتجر، المهم صافي صافي. واخا. وانت يا اسلام؟ انا عندي الصالون كوافير ديالي دابا. يا الموسيقى التجربه ديالكم، لان ملي درت معكم اول مره اللقاء كنتوا عارفين شنو الطريق كي غيكون، ولا كان كنتو تشوفوا داكشي ساهل؟ ثلاثه الاصدقاء غادي نغني وغنديروا مجموعه، وهي فكره في الاول. حنا كان كل واحد سولو، كان كل واحد سولو. كنا كنديروا دي فيتشرين، كنا حنا دي زامي. ابري كنا درنا واحد فيتشرين بثلاثه، انا وعثمان ولامين. هو لازم ننساه، حيت نورمالمون في الاول كان فيتشرين. من بعد تلاقينا مع المانجر ديالنا سي مفيد سبعي، اقترح علينا الفكره ديال بويز باند، حيت ما كايناش في المغرب سيرتو بالستايل ديالنا. وكم صا جاتنا الفكره باش بدينا وتكلنا على الله. اذا الستايل ديالكم شنو هو الان؟ لان كاينين عده اغاني كل وحده في شكل. الى الان ادرينالين في 2016، شنو هو الان الستايل اللي غادي، ولا بغيتوا تبقاو تتمشوا من هذا اللون الموسيقي لهذا اللون الموسيقي؟ حنا غادي في ستيل واحد بوب ار ام بي. حنا باغي نجيبو ستيل ديالنا خاص بينا، نطبعو واحد طبعه في الطومين الفن في المغرب، نطبعو طبعه ديالنا تكون معروفه في ادرينالين. يعني بوب ار ام بي تتغنى بالطريقه المغربيه، يعني كتسمع تكنيك مي امريكان، ولكن الغناء باللغه ديالنا الدارجه. هادشي هذا هو اللي خلانا حنايا يعني بعادين ديفيرون. الناس كيبغيونا، لي فان ديالنا كيعجبهم الستيل ديالنا، لان حنا بعيد كل بعد على لي ستيل كاين، على هادشي اللي تنسمعوا الان. ادرينالين، عاودوا نفكروا المستمعين، الادرينالين كيفاش الفكره تسميو ادرينالين؟ ادرينالين باين هرمون اللي فهمتي اللي تيعطيك واحد الانرجي، واحد الباور كبير. هادشي اللي بغيتو ديروا نتوما في الموسيقى المغربيه. الموسيقى المغربيه ناقصها الباور دابا. الا لاحظتي كلشي، ما كنبغيش زعما ناك، ولكن كلشي تيتشابه، كلشي كيبان لك نفس ستيل، نفس الهيت، نفس كلشي. نتوما تكتبوا لبعضياتكم ولا كل واحد؟ كنكتبوا لبعضياتنا كاملين. يعني ما عندكمش واحد اللي تكتب لكم الاغاني، تجلسوا مع بعضياتنا؟ نعم. حنا الكريين السيل ديالنا، حنا اللي غادي نعرفوا كيفاش غادي نوجهوه، ما يمكنش يجي واحد اخر لي. نعم. نرجعوا بكم للوراء، واول قطعه نزلتوها هي لازم ننسى، نسمعوها. يلا نسمعوها ونرجع لكم مع لافيتي دو موزايك. اذا ملي تسمعوا لهذا اول قطعه اللي كان فيوتشرينغ، يعني شنو الحاجه اللي تقولوا تبدلات من ذاك الوقت ديالكم؟ صراحه بزاف الحوايج. نعم. والله بزاف ذكريات جميله. بزاف كاع والله. انتم يا بثلاثه، انتم ثلاثه، كاين لامين، اسلام وعثمان. كاينين مجموعات ما تنفيلش عليكم انتم، يعني في مجموعات في العالم تيكونوا دي بويز باند، تيبداو ومن بعد كل واحد يشد الطريق ديالو. انتم تتخموا ان في هذه القضيه، وكاين حتى الان مجموعات في المغرب، يعني تيكونوا حفلات يجمعوهم كلهم، ولكن بعض المرات كل واحد تياخذ الطريق ديالو، تيغني ان ستيل، ولكن كيف تيكونوا تيتجمعوا؟ انتم مازال غتبقاو هكذا ولا القضيه؟ شوف
كتبقى مكتاب حنا ما كنعرف ما علمناش بالغي فهمتي مي حاليا وكيفاش كنشوفوا ادرينالين من هنا القدام كنشوفوها ابار بعد الموسيقى خوت حباب كل شيء والموسيقى كتزيد تخلينا نجمعوا اكثر واكثر نعم. شنو اللي خلاكم انكم تشاركوا في اكس فاكتور؟ اكس فاكتور هو تحدي وصافي بغينا ناخذوا التحدي والناس تعرفنا اكثر باش غادي تحرق المراحل بزاف الناس غتعرفك اكثر في اكس فاكتور ماشي بحال غادي تبقى واحد العام تقاتل ما اكس فاكتور غادي غادي اللي غديروا نتوما في عام في اكس فاكتور في شهر تقدر داكشي اللي كان وقعني حنايا من شاركنا في اكس فاكتور يعني حرقنا مراحل حرقنا مراحل كنتو شنو قلتو غادي نمشيو باش نربحو جمهور غادي نمشيو باش نربحو نكونوا اكس فاكتور كان هدف ديالنا اننا نربحو جمهور ماشي يعني مشيتو بحال نقولو مقصرين داكشي تظلمتو في نظركم ما فهموكمش يقدر يكون نقولو ما فهموناش نقولو ما الا كنتو شي حاجه تعاودوها الان ادرينالين وتمشيو عاوتاني قدام لجنه التحكيم في اكس فاكتور شنو اللي تبدلو بالنسبه لينا حنا بالنسبه كنهضر انا بسميه الدراري حيت حنا قرب على الميكرو اسلام ما نقدروش نعاودو نمشيو نعطيو راسنا فرصه ونعطيو فرصه واحده اخرى في اكس فاكتور بسبب انهم ما كيفهموش اللغه المغربيه الا كان اكس فاكتور ماروكا ديال المغرب الف مرحبا دونك المشكل اللي كان عندكم يمكن ما فهموش الكلمات ديالكم سيغشو حنا والموسيقى انا تنظن هي احساس يعني واخا ما نفهمش الكلمه غادي واخا ما نفهمش الميساج خصوصكم شكلكم موسيقتكم هادشي اللي قال اللي تنظن ما غاديش هادشي اللي قال مع احترام لجنه التحكيم يعني هادشي اللي قالت اليسا وراه غير بعلامه قالوا البرايم الاول كان احساس باش تدو البرايم الثاني كذلك احساس ثاني ولكن ما قدروش يكملوا حيت الدارجه ديالنا درتو شحال 3 برايم 3 برايم 3ييم هو اللي فاش الاخر قالت نتوما كنتو معولين على سميتها دنيا لان كنتو تتقول شنو اللي خلاكم انكم تثقوا اكثر بتقولوا يمكن هي اللي غادي شي شبابي يكسر يطلع ملي ولكن هي كانت هي الوحده اللي قالت لكم مع الاسف هي اللي كانت مكلفه بالجروب حيت هي اللي شاده لي جروب نعم ماشي هي اذا التجربه ما ندمتوش عليها لا يعني طبعا ندمنا سافرتوا شفتوا جمهور كان عندكم احتكاك مع دي بروفيسيونيل في الميدان سواء حتى في الوقوف على المسرح كيفاش تحركوا على المسرح بزاف الحوايج يعني استفدتوا منها منين رجعتوا من اكس فاكتور شنو قالت مجموعه ادرينالين شنو بدلتوا ستيل الخدمه ولا بدا حياتك كاينه قبل افون اي ابري قبل وبعد ولكن واخا كيف عارف الدومين ديالنا حنا شويه صعيب شي سهل داكشي علاش كل واحد عنده الشغل ديالو ولكن انتم الموسيقى نعم الموسيقى شويه صعيب بالحكم انتم تشتغلوا كل واحد يعني تتفهموا لي شيف ديالكم بانكم فنانين وعندكم جمهور تجيكم حفله بحال انتم اليوم تخدام وتخدم وجيتوا لعندنا شنو قلت لهم جايين الميديان والله لا بالعكس هما كيساندونا اكثر نعم بعد انا اللي شاف ديالي زعما تبارك الله كيساندوني عاجبهم زعما السي اللي غادي فيه وكذا وما ما ناقش معاهم الحمد لله صعوبات يعني وانت يا شاف دراسك شاف دراسك هو ديال راسه ولمين تا هو تيشتغل لا لا ولا التجاره تيدير تجاره يعني توحر شاف راسه دونك انت اللي حاصل انا شويه الصعوبه نعم اذا نديروا معكم وقفه موسيقيه بالجديد ديالكم الجديد ديالكم انا وحلمي انا وحلمي كيفاش جات الفكره ديال انا وحلمي وشنو تتحلم به الان مجموعه ادرينالين نبغي نذكر ان بعد الموجز الاخباري جبتي اسلام لا جيتار ونديروا شي حاجه هكذا انا وحلمي يعني التيتخ هذا شارح راسه براسه في العنوان يعني كل واحد عنده حلم ديالو كيوصل ليه نعم. كل واحد كيطيح وينوض في الحياه ديالو حنا كادرينالين درنا انا وحلمي كمعاناه اللي دوزنا حنا في اربع سنين كحوايج زوينه وخايبه ماشي غير معاناه فرغناها فهاد انا وحلمي هذا ولسبب اللي كان ديغنييرمون كانت بيغاطا لينا الشانيل ديال اليوتيوب ديالنا هادشي اللي كنا غنجي لك مشات لكم دونك عاودتو كلشي من الاول وعاودنا ازيرو ولكن كيفاش بيغاطا لكم ما فهمتش زعما شكون اللي غايدير لكم هادي لحد الان باقي ما فاهمينش باقي مصدومين بعد انا بعد راسلتو يوتيوب راسلتوهم راسلناهم والو ما عرفتوش شكون ما عرفت حتى جمعتو شويه ديال لي فان دابا تتعاودوا كلشي من الاول كلشي من الاول ملي تتبيراتا هذا يعني ما انت تبقاش في لاشين ولا تتسد تتمحى تمسحو تمسح كلشي كل تمسح لي فيديو كاملين وهذا كان واحد يعني الدراري فشلو
طبيعة الحال مي ضروري ملي كيكونوا حنا راه جروب هذا الحاجه اللي زوينه في الجروب ان ملي كيطيح جوج يقدر يكوراجيهم واحد طاح واحد يكوراجي تعطي الادرينالين للاخرين فوالا وهادشي اللي كان طرا والحمد لله ملي رجعنا بواحد يعني فقتو لقيتو ما كاينينش نتوما في يوتيوب انا قلت ناس والله بقيت في بلاصتي ما قدرتش نوض والله حتى انا صيفط لي ميساج قال لي ادخل اليوتيوب وشوف اش كاين طرا اللي تراك ديالنا تندخل ما تلقاش دخل كونت والو ما كاينش ويلي كيفاش هادشي صافي فشلت ما كذبش عليك في خدمه ما قدرتش نخدم ما قدرت والو صافي فشلت واحد فشله خايب ماشي ساهله ماشي ساهله كتمشي لك الخدمه ديال 4 سنين صافي لامين قال لك نوقفوا الموسيقى فو انا لقاني انا فاشل قلت لي صافي نحبسوا دونك اسلام هو اللي عطاكم اسلام هو اللي لا وكذا وكذا صافي انا ملي قريت الميساجات ديال الاسلام وكذا صافي قلت له الله يتقاتلوا علاش لا مراجعه انا وحلمي انا وحلمي راه فيه بزاف الميساجات الميساج ديالو الاساسي حنا غادي نتقاتلوا تنوصلوا زعما السميه الادرينالين توصل بزاف بزاف الناس اكثر من هكا بزاف انا ما ماشي الحلم ديالنا زعما نوصلوا لهكا ونحسوا ماشي في يوتيوب تمحات لينا غادي نقولوا ماشي نهايه العالم ماشي نهايه العالم زعما ماشي الحلم ديالنا حد وحد هنا باقي باغي نزيدوا تعرفوا اكثر الحمد لله راه هكا ودرنا شانه جديده ودابا غادا صامره غادا مزيان أيوة. الحمد لله بالتوفيق مجموعة أدرينالين استمعوا الجديد ديالهم أنا وحلمي لافيتي دو موزايك تستقبلوا لي باك ستريت ماروكا مجموعة أدرينالين كيف نقولوا لي بويز باند بالعربية بويز باند مجموعة الدراري إذن أنتم يا بويز باند عندكم ثلاثة ألوان موسيقية مختلفة كل واحد مجمعتهم وعطيتونا اللي سميتي هو البوب R&B كيفاش أنتم يا تبرزوا الاسم ديالكم في واحد الموجة اللي هي بعيدة عن الموجة ديالكم أنتم يا يعني واش خلف خالف تعرف خالف تعرف أيوة. ولا هذه حتاش النجاح ياك حتاش النجاح يعني ما بغيتوش نمشيو في هذه الموجة لا عكس التيار يعني عكس التيار بعيد يعني جيب شي حاجه جديده يعني حتى المستمع راه غادي يمل كل مره يسمع ستايل كيشبه الاخر كيشبه الاخر كيولي المستمع كيقلب على شي حاجه اللي تكون ديفيرون على داك الشيء كاع اللي كاين شوف نعم هذا هو وغتبقاو هكذايا يعني تجي شي نهار نشوفوكم في اغنيه كاين حاجه كيف ما سمعتوا في انا وحلمي كاين درنا فيه التعريج والبندير يعني راه ستايل بعيد ماشي مغربي وميم طون في واحد لاتوش ماروكان نعم لاتوش ماروكان حنا فكرنا غادي نبقاو نخدموا بحال هكا يعني حيت حنا مغاربه نعم ضروري فوالا حتى في الكلمات يعني كاينه لهجه بيضاء باش يفهموكم فوالا باش توصلوا الميساج غادي نواصلوا معكم هذا اللقاء بعد الموجز الاخباري مجموعه ادرينالين سمعنا الجديد ديالكم انا وحلمي وجبتي معك لا غيتار اسلام بعد نديروا لنا شي حاجه هكذا لايف للمستمعين ديروا القطعه اللي كانت قبل هي قبل من انا وحلمي خذوني ليه تكلم لنا على الفكره ديال هاد غيضي قبل ما نسمعوا ليها خذوني ليه اغنيه ديال زعما واحد كيبغي وحده وما كيقدرش يقول لها انا كنبغيك وتي زعما تيقول لنا زعما خذوني ليه زعما انا باغي نمشي لعندو ولكن ما قادش مازال ماشي باقا مازال امس ايوا يزعم يلا راجعين مع مجموعه ادرينالين بعد الموجز الاخباري لافيتي دو موزايك بكم الترحاب وتنواصل هذا اللقاء المباشر مع مجموعه ادرينالين استمعنا الجديد ديالهم انا وحلمي وهما الان اسلام جبد لا غيتار غنديروا شي حاجه هكذايا لايف المستمع اذا انت ميدان شنو غتقترحوا عليهم غادي نديروا غير انتي اوكي مرحبا اذا اسلام وعثمان تفضلوا مرحبا اشنو صار بيبي وينو الكلام الاخبار ناري نار صرتو بين عينيني لونهار شوقي زاد انا ليه وما نقدر نعيش بلا بين الماس انا ايديه وين ما كان انا النادي جيناه انا كان ساين لكي وسيناه باغي نشمع حتى الموت ديناه انا عارفو هو كيبغيناه هذا حبيبي وقلبي بغاه طول عمري كان يسمعه جيبوا لحبيبي فين هو حبيبي نعيش احداه نديروا
كون شي في يد الله الماضي لازم يوم ننساه وغير نساه انا اليوم باغي نكون معاك غير انتي انا قلبي مهموم عايش طول اليوم كنساين حبيبي فين كاين واش هذا خيال ولا باين قدامي جيت نقول له كلامي ما عرفت اش غنقول يا ريت اللحظه اللي بينو بينو اليوم طول ايه خلينيه انا كنساين لك وسينيه باغي نشمع حتى الموت دينيه انا عارفو هو كيبغيني هذا حبيبي وقلبي بغاه طول عمري كان هيش معاه جيبوا لحبيبي فين هو حبيبي نعيش احداه نديرو كل شي في يد الله الماضي لازم يوم ننساه وغير نساه انا اليوم باغي نكون معاك غير انتي معاك غير انتي انا اليوم باغي نكون معاك غير انتي مجموعة أدرينالين ضيوف موزايك تبارك الله عليكم في هذه القطعة الجميلة إسلام ثالثة تعزف على الجيتار أنتم يعني بويز باند أنتم ثلاثة كل واحد تجيب شي حاجة يعني كيفاش تولد الأغنية عندكم تجي الموسيقى تجي الموضوع تجي الكلمات حتى توزعوا كيفاش تخدموا كنختاروا كيفاش تخدموا أنتم ثلاثة لأن كل واحد عنده ستين ديالو كيفاش كنختاروا بعدا التام اللي غادي نلعبوا عليه يعني كيفاش تقولوا اليوم غادي نخدموا على كنشوفوا شي سوجي اللي غادي بعدا اللي غادي نلعبوا عليه الاول ابري شان كومبوزي ونديروا جيتار ولا بيانو شي حاجه اكوستيك كنخدموا عليها الالحان وكلمات عاد كندوزوا لارانجمون والتسجيل يعني كل تقدروا تزيدوا وتنقصوا كل واحد يعني ماشي واحد اللي مكلف بالكلمات بوحده يعني انتم كل واحد تيحط طبعا لاتوج ديالو انتم الان يعني نقولوا يلا بادين يلا مشى لكم لاشين ديالكم يوتيوب عاودتوا كل شيء من الاول يعني عندكم بعض الاغاني ديالكم امتى غنبدا نشوفكم في مهرجانات حفلات جولات خارج المغرب نوميني في مسابقات رسميه سواء في اوروبا او هنا في افريقيا درنا بعض المهرجانات اللي هما صغار مي بالنسبه للمهرجانات الكبرى يعني حنا مازال ما دفعناش لي دوسي ديالنا يعني شنو تتسناو يعني شنو ونواز ديال البرتوار بعد فهمتي نوجدوا راسنا ما يمكنش تجيو تدفع الفيستيفال وباش تطلع هكا كتسمى انك طلعتي فيستيفال وصافي خصك تكون بعدا عندك واحد الساس ديالك نعم هادشي انت عتما انت تعزف على شي اله ولا لا جيتار شويه غير شويه يعني اللي تعزف فيكم انتما بثلاثه انت اسلام وعندك جيتار وبيانو يعني وعندكم الفرقه الموسيقيه الان اللي تخدموا معاه اللي غادي اللي غديروا حفلات وداكشي يعني يطلع معكم عندنا فرقه موسيقيه ديالنا ديال لايف وعاد في لارونجمون ديالنا عندنا استوديو كيخدم معنا تادي اتوميك ياسين اتوميك عندنا ايكيب عندنا معنا هو فوتوغراف ديالنا هنا استوديو ادميكس مرحبا بك وبالاضافه للمناجر ديالنا موفي نعم كل في الكل دابا انتم يا ادرينالين يعني عندكم خمسه ديال الاغاني ديالكم الان خمسه ديال الاغاني مجموعه انتم تتبنيو والاسم ديالكم كان عندي سؤالي وتلفت ملي جبتي لي الفوتوغراف داكشي دورت وجهي مشى لي السؤال كنت غادي نسولكم بغيت تبتنا على الشهاده اذا مجموعه ادرينالين هنا اليوم تنستمعوا الاغاني ديالكم في هذا اللقاء المباشر كنا تنتكلموا فوالا الستيل ديالكم اللي تتغنيو يعني خمسه الاغاني انا متعهد حفلات بغيتكم ديروا لي ان شو ديال ساعه شنو هما الاغاني اللي غتغنيو من غير الاغاني ديالكم واللي المدرسه الفنيه ديال شي فنان اللي قريب ليكم نتوما مجموعه ادرينالين هذا هو السؤال اللي مشاني كنغنيو حنا شنو تقدروا تغني تغنيو راي تغنيو راي نغنيو شرقي يعني ما نقدروا الفلامينغو صالصا يعني ومن طون كنديروا فيها لاتوش ديالنا فهمتي ولا توش ديال عطيني شي توش ديالكم بالجيتار هكذايا شنو نديروا راي عطيني شنو نديروا هكذايا مستمعين مازال عطينا مقطع منها يعني مقطع صغير يعني دقيقه او جوج دقائق هادي شنو غادي غادي شنو اللي بدلتوا فيها يعني غير الستيل ديالكم الاحساس ديالكم اللي نزلتوا فيها داكو نستمعوا لمجموعة أدرينالين ضيوف موزايك في حلقة اليوم يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 سيرونا ليها جيبوا لي اخبارها
لا راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازال تجبد عليه ولا خلاص راي ناسية ما تحكولهاش وصاير بيا باللي نبكي كي نتوحشها باش لا ولات سيطاديق تبغيني سيبا باسكو جو فيتها سالونا عليها جيبوا لي اخبارها لا راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازال تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيا ما تحكولهاش وصاير بيا باللي نبكي يا كي نتوحشها باش لا ولات سي طاديق تبغيني سي با باسكو جفيتها ومازال مازال عشقك في مبال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالت العمر وحكمت الأقدار بالك جاشي نهار جيت ساقسي علينا تبارك الله عليكم مجموعة أدرينالين مني شاركتوا في إكس فاكتور يعني ما شافوكمش متعهدين حفلات ما تلاقيتوش مع ناس اللي قالوا لهم جاو عندكم قالوا لكم انتم يا الستيل ديالكم يعجبنا اجيو نخدموا معكم اصلا هذاك الشيء كان سكري زعما كانوا فهمتي الاكس فاكتور راك عارف كان كيتسجل قبل وكذا وكنا بزاف الحوايج ما تقدروش تهضروا على بزاف الحوايج يعني سينيتوا على دي كونطرا ماشي لا ماشي ما سينيناش على دي كونطرا يعني لي كونطرا لي دو كونفيدونسياليتي اللي ما يمكنش تقولوا نعم دونك ما جاوكمش فرص انكم ما جاونش شي فرص زعما حنا كيف قلت لك ما كانش لي كونتاكت وكان داك الشيء زعما تيتسجل قبل يعني صعيب باش يشوفوك الناس يعني حتى المراعد باش الجمهور ديالكم مغربي ولكن مغاربي فين عندكم لي فان اكثر من المغرب الجاليه مغربيه اكثر ياك الجاليه مغربيه شنو الاغنيه اللي في نظركم هي اللي طبعات دابا الاسم ديال مجموعه ادرينالين اللي تيطلبوا عليكم بزاف من اللي جات علاش بالضبط من اللي جات اللي جات حيت كنا حيت علاش ملي جات شعرات بزاف وكثر وكثر نعم. كنا يلا جينا من اكس فاكتور من مورا ديريكتومون درنا من اللي جات الوغ دارت البلوك ملي جات مجموعه ادرينالين لافيتي دو موزايك ملي جات قطعه مجموعه ادرينالين اللي هما ثلاثه ديال الشباب اللي كل واحد عنده ستيل ديالو اللي جمعوا من خلال فرقة موسيقية اليوم استمعنا الجديد ديالهم أنا وحلمي ونتمنى الحلم ديالهم يتحقق لأن باقي الحلم ما تحقق يعني يلا بالبداية انتما ما الحلم ديالو تحقق في الحياة كل واحد وخا كيوصل داك الشيء اللي باك يزيد إذا كي تشوفوا أدرينالين من هنا القدام من هنا عام عامين ثلاث سنين خدامين على شي استراتيجي ولا استراتيجي اللي قلنا بحال دابا قبيله قلنا على الفيستيفالات الكبار نعم يعني دوما ال... يعني دابا انتم مستعدين الان باش العام الجاي 2017 نشوفكم عندنا تقريبا حتى في الاستوديو عندنا تقريبا شي 12 ولا 13 موسيقى يعني اغنيه موجوده نعم انتم ما محتاجناكم حتى شركه انتاج لا واش كنت ينتج لكم انتم يا ادرينالين كنتجوا راسنا راسكم وحدنا بوحدكم الا جاتكم فرصه علاش لا شي فرق ولا كان شي حاجه ولا كان شي مرحبا اي تكون كونطرا مزيانه ما تزيركم دفعنا مزيان نيش نعم طبيعه الحال ما تزيرناش نعم انت تشوف راسكم توجور اونصومبل ولا يقدر تمشي وكل واحد يشد الطريق ديالو كنشوفوا ديما اونصومبل ادرينالين ناجحه بالاصوات بثلاثه هذا هو حس اصلا ديال التركيبه ديالها فهمتيني اللي ما بقاتش ديك البويز باند ديال ادرينالين وخا يتوجه اي واحد بوحدو يعني شي ما بقاش عاود مال يعني تعاود من زيرو مشيتي بوحدك وشوف ولا شوفي لا زعما استقاش ولا لا حياتكم تبدلات مورا اكس فاكتور اين الجمهور لي فان بيان سور كانت الضيفه ديالنا زينب اسامه قالت قبيله ما تنساوش بان احنا قبل ما نكونوا فنانين احنا انسان عندنا احاسيس عندنا بزاف الحوايج ديالنا لان الجمهور تيبغي يشوفنا دائما في احسن حلال داكشي اللي كاين حنا الحمد لله حاجه اللي كيف قالت من قبيله حاجه اللي خلينا مزيان مع لي فان ديالنا وحنا كنعطيو وقت لكلشي كنجاوبوا كاع لي ميساج فهمتي ما فيناش يعني حتى حنا اصلا ما كيف قالت الفنانه اللي قلتي قبل حنا راه انسان فهمتي نعم حتى ممكن الدومين خصك ضروري تفرغ ليه الدومين يعني بحال واحد الخدمه كدير خصك ضروري تمشي ما تقولش لا راه ما خصني ندير نخرج هكا وخرج لا خص تكون نيشان باش هذا الدومين هذا ما كدير خدمتك كدير ما يمكنش تكون مثلا في التصاور كتبان في شكل ومثلا في الواقع تبان في شكل واحد اخر يعني شكل راه فهمتي كاينه هكا تيديروها الناس
انا بعدا فهمتي ما عرفتش كاع لي ستار اللي كنشوف زعما ما كيديروهاش زعما في المغرب ولكن باش تقول لها انا ستار وندير اللي بغيت ونخرج ونمشي لهنا وندير اللي بغيت لا راه داك الدومين ديالك خصك ضروري تمشي فيه نيش كيش هاكولك. نعم اذا كاينين اغاني موجودين جداد مخلينهم ان شاء الله اكيد ان شاء الله لسنة 2017 كاين مفاجآت بزاف لا في الاخر 2016 ان شاء الله كاين غتنزلوا مورا الحلم حلمي تحقق ولا مازال الحمد لله غادي سمي الأغنية شي أغنية شنو ما نقدرش نحرقوا المعركة شي يجيب مفاجأة ديالو مفاجأة ولكن انتوما مسجلينهم دابا موجدينهم موجدين كلشي دونك تتسناو على ليماج دابا نخدموا على واحد ليماج فيديو كليب نعم هادي ما درتوش لها فيديو كليب هادي درنا لها واحد فيديو كليب ولكن خدينا لقطات ديالنا اللي دازت هذه ربع سنين كل واحد خدينا اللقطة ديالو فيديو فيديو لصقناهم زعما يعني فكرة جميلة لأن تتكلم على الحلم والوصول ديالكم للشهرة كذا يعني بحال فلاش باك في الكليب يعني داكشي كامل داز علينا من نعم. اكس فاكتور قبل اكس فاكتور ويا غادي نتوما في المغرب شكون الفرقه اللي قريبه لكم او الفنان اللي قريب ستيل ديالكم ما كاينش في خارج المغرب خارج المغرب كاين واحد المجموعه الان اللي بدات الان هما خريجي كانوا معكم في نفس السنه كانوا معنا في اصدقاء ديالنا دو فايف دو فايف اللي معهم ابن مدينه تارودانت عادل كاين فنانين جزائريين شباب مصري ولبناني يعني انت قراب نتوما يعني كنتو في نفس السنه يعني هما يزابوكم نتوما يخدوهم هما يصوبوا لي التركيبه ديالهم هي اللي ديال ما بيننا حنا ودو فايف يعني تقريبا يعني بويز باند مي واخا هكا كيختلف حتى شويه هما كيغنيو شي شرقي وهذا حنا عندنا واحد ستايل خاص ديالنا تنتمنى لكم التوفيق مجموعه ادرينالين وتنتمنوا الجديد ديالكم ونتمنى الحلم ديالكم يتحقق امين واللي دار لكم داليكم يوتيوب ربي الله ياخذ في الحق اذا غدا ان شاء الله تكون معنا الفنانه طهرة في الجديد ديالها في حلقه يوم الاربعاء شكرا لفريق موزايك مجموعه ادرينالين غنختموا معهم بالجديد ديالهم انا وحلمي تهلاو في راسكم الى اللقاء ما ننسى وحلمي انا ما ننسى نتقاتل انا لو حسيت بروحي راني حداه